بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض نمبر كيك. ده نوع جديد من التورتات بقاله في حدود سنه كده، سنه ونص. هنشوف مع بعض المقادير والطريقه ايه مع بعض. عندي هنا 6 بيضات، عندي نص كيلو من البودر بتاع الاسبونج او خليط الاسبونج الجاهز، عندي نص كوبايه ميه المجات المعياريه، معايا معلقه من الخل، معلقه كبيره، معايا نقطتين من الفانيليا السايله. اهو هنحط على 6 بيضات نقطتين الفانيليا السايله. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل معلقة الخل، هننزل نص كوباية المية، هننزل نص كيلو الاسبونج الجاهز الفانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ أضرب المضرب بتاعي، وبعد ما أوصل للقوام الكريمي هرجع تاني معاكم ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. وصلت كده للقوام الكريمي بتاعي، او بعمل بيه اي علامة كده بالمضرب بتاعي، ما بتروحش بسرعة كده ولا بسهولة، يبقى انا كده وصلت للقوام اللي انا عاوزاه. هبدأ بقى انزل الخليط بتاعي في القالب اللي انا مجهزاه ومبطنه في محطة في القاع بتاعه، ورق من الزبدة او ورق الخبز. بسم الله الرحمن الرحيم. انا المرة دي هعملها في قالب مستطيل. هبدأ انزلها كده بالراحة، وقبل ما ابدأ في اي حاجة في الكيك من بدايتها، انا مسخنه الفرن بتاعي اوريدي على 180 درجه، تاخد معايا في الفرن في حدود من نص ساعه ل 35 دقيقه او 40 دقيقه بالكتير. هدخلها الفرن بعد ما انزلها كلها، ونرجع تاني هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. وبعد مرور 35 دقيقه بالظبط خرجت الصينيه بتاعتي من الفرن. على فكره كنت حاطاها في الرف اللي في النص، مش فوق ولا تحت، لا في الشبكه اللي في النص. تمام. هختبرها بقى كمان دلوقتي بالستيك بتاع الشيش طاووق، طالعه نجيبه زي الفل. خلاص هي كده تمام. هسيبها بقى لغايه ما تبرد خالص عشان ابدا اشيل البطانه بتاعتها اللي هي عباره عن ورقه الزبده، وهنرجع مع بعض هنشوف هنكمل بقيه الخطوات ازاي. ودي الكريمه بتاعتي. في اثناء ما بسيب الكيك بتاعي يبرد ويهدى خالص لغايه ما يوصل درجه حراره الغرفه، وكمان ابرده لمده ساعتين ثلاثه، وممكن ابيته لغايه ثاني يوم عشان اقدر اتحكم فيه وابدا اشكله. في الوقت نفسه انا بجهز الكريمه بتاعتي، عباره عن كريم شانتيه باودر، ومعايا كمان كريمه لبانيه. هنا كريم شانتيه الباودر بتاعتي اللي هي من غير سكر، انا بحط لها سكر باودر. عندي ربع كيلو من كريم الشانتيه الباودر الخام من غير سكر، بحطه في حدود نص مج سكر. كمان بحط على الربع كيلو في حدود ربع مج من الكريم باستري. فدلوقتي هبدا اضربها مع ربع كيلو مع ربع كوبايه من الكريم باستري، ربع كريم شانتيه خام من غير سكر، مع نص كوبايه سكر باودر، ربع كوبايه من الكريم باستري، عليها كوبايتين وربع من الميه السايله اللي ساقعه او اللبن الساقع المثلج. بس انا هستخدم الميه لان انا عندي كمان كريمه اللي هي الكريمه الفريش اللباني. مجين هضرب، وفضل عندي كمان ربع مج. وهنزل كمان نص مج من السكر الباودر. هضرب الكميه دي كلها مع بعض ونرجع تاني هنشوف هكمل بقيه المقادير ازاي. خلاص ضربت انا الكريمه بتاعتي، وصلت للقوام اللي انا عاوزاه اللي هو القوام المتماسك ده. في اخر بقى وقت هروح حاطه نقطتين من الفانيليا السايله، هسيب مقدار الكريمه دي، وهبدا اخد الكريم اللباني السايله بتاعتي هضربها برده لغايه ما اوصل للقوام متماسك. بعد كده هشوف هكمل ازاي. او ضربت الكريمه السايله بتاعتي اللي هي الكريمه الفريش الكريمه اللباني لغايه ما بقت قوامها متماسك الى حد كبير. اهو هبدا بقى اضيف الكريمه دي على الكريمه الاولانيه الكريمه الباودر الشانتيه، وبعد ما اضيفهم على بعض هنشوف هنكمل ازاي. ضفت النوعين الكريمه اللي عندي على بعض وضربتهم بالمضرب الكهربي لغايه ما خلاص امتزجوا تماما. ففي المرحله دي بقى هوقف الضربه خالص، هبدا ان انا اغطيها بالستريتش فيلم او بالراب علشان خاطر اسيبها تبرد تماما في الثلاجه لغايه بقى ما اشوف برده الكيك بتاعي ابرده تماما، وابدا بقى اجهزه علشان هنشوف الخطوه الجايه مع بعض ونبدا نجرنش ونشوف ايه اللي جاي مع بعض. دلوقتي قسمت الاسبونج بتاعي وحطيت عليه ورق خبز انا قصاه بشكل الرقم اللي انا عاوزه اعمل عليه التورته. فدلوقتي عندي رقم 6 اللي هو 6، فانا حطاه دلوقتي كده عليه، فهقص عليه بالترانش، وبعدين هروح بعد ما قصته هروح مسقيه بقى الكيك بتاعي بسيرب عباره عن نص كوبايه سكر عليها كوبايه ميه، او نص مج سكر عليه مج ميه، بخليه يغلي غلوه واحده على النار، وبحط له نقطه من الفانيليا سائله او الباودر.
بس كده. وبعد كده بروح بقى مقفله التورته بتاعتي، بحط لها الكريم بتاعي، بس بحط الجزئين على بعض بعد ما اكون قصيت الحرف في النص الاولاني من السبونج والنص التاني. فدلوقتي احنا في مرحله ان احنا بنقص الرقم، بعد ما قصته واشرب الكيك بتاعي هرجع له تاني. دلوقتي انا بشرب السبونج بالسيرب بتاعي اللي هو عباره عن نص كوبايه من السكر، عليها كوبايه من الميه تاخد غلوه على النار، وبعدين شويه من الفانيليا سائله او الباودر، ولما تهدى خالص ابدا بقى اشرب بيها السبونج بتاعي. طبعا الكميه نسبه وتناسب، يعني طبعا حجم السبونج بتاعي بزود او بقلل السيرب بتاعي، كل ما بيزيد كل ما بضاعف الكميه. تمام، فانا كده بشربها خلاص. تمام كده عندي، هبدا بقى اخد كيس الحلواني او اجيب الحلواني عشان ابدا افنش السبونج بتاعي. دلوقتي عندي جيب الحلواني او كيس الحلواني التيب بتاعتي او البلبله بتاعتي اللي هي الساده خالص ما فيهاش اي شرشره ولا اي رسمه. هبدا بقى انزل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت الشكل بتاعي والرقم بتاعي كله وارجع لكم تاني. خلصنا دلوقتي الطبقه الاولانيه من الاسبونج بعد ما حطيت عليه الكريمه بالكيس الحلواني، وبعدين حطيت كمان شويه من الشوكليت الكريسبي دي علشان خاطر اعمل ارتفاع ما بين الطبقتين، لان الكريمه بتبقى ضعيفه والطريه ممكن طبقتين يضغطوا على بعض فيبوظ لي المنظر. لكن الدعامات دي عامله دعامات من الشوكليت الكريسبي الابيض، احط الطبقه الثانيه وافنشها علشان خاطر يبقى معايا كمان فينش للتورته كلها، معايا مكرون، معايا انواع من بسكوت الاوريو، معايا شوكليت سيجار، معايا شوكولاتات عاملاها من حاطاه في مولات من السيليكون، كمان المكرون ده انا عاملاه على ايدي، ان شاء الله نبقى نعمل حلقه مخصوصه علشانه لانه جميل جدا وبسيط جدا. فدلوقتي بقى هحط الطبقه الثانيه واخلصها، وفي الفينش نرجع مع بعض ونشوف الشكل النهائي. وده الشكل النهائي بتاع التورته بتاعتنا اللي هي النمبر كيك، شكل جديد من التورتات وجميل جدا وبسيط جدا. لو جبناها من بره هتكون غاليه جدا، لكن عملناها في البيت بأبسط الامكانيات. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وعلى فكره ان شاء الله هبعمل لكم فيديو تاني لان في انواع كتير جدا منها، مش بعجينه السبونج خالص، بالعكس بعجينه تانيه مختلفه تماما واوفر منها كمان. فان شاء الله نبقى نعمله فيديو تاني مع بعض. يا ريت لو عجبكم الفيديو بتاعي يا ريت لايك وشير وسبسكرايب ونضغط على الجرس عشان نفعل عشان القناه تكبر بيكم وليكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي باذن الله. عايزه لايكات كتير، واشوفكم على خير واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.